السلام عليكم البنات. اليوم غادي نصاوبو فلو كيجي زوين وكيجي فن واقتصادي، والمقادير ديالو ابساط غير مكلفين. غير صوبوه غادي يعجبكم. غنبداو على بركه الله، غندوزو للمقادير. هنا عندنا كاس ديال السنيده، كنديرو في كاسرونه، كنحاولو نحطوه فوق البوطه ونقصو العافيه مهيله حتى كتذوب لينا السنيده مزيان. صافي، مره مره كنحركوه غير الكاسرونه شي شويه، صافي حتى كيدوب لينا. كنحيدوه كنخوه مباشره في الطاوه اللي غنديرو فيها الفلو. اي طاوه اللي بغيتو ديرو فيها، ماشي ضروري ديرو بحال هادي، اللي عجبكم. صافي كنخليوه بحال هكا وكندوزو نصوبو الفلو. هنا عندي ايطرو ديال الحليب، كنخوي غير واحد الكميه بحال هكا، واحد كاس ولا كاس ونص، كنخويه في نفس الكاسرونه اللي خدمنا بها. كنخوي واحد شويه ديال الحليب بحال هكا، وكنديرو بيضه وحده، كنحركوا الخليط كله مع بعضياتهم، وكنزيدوا كاس لاروب ديال السنيده. صافي تا هو كنحركوا مزيان حتى كيندمج لينا. كنزيدوا الفلو هذاك، عفوا، كنزيدوا فانيا وثلاثه شاصيات ديال الفلو. انا درت هذا النوع ديال الفلو، كيجي زوين صراحه. هذا الفلو انا عجبني، كيجي زوين، كيجي فيه واحد لوغو حتى هو فن. كنديروا ثلاثه شاصيات، كنحركوهم كلهم مع بعضياتهم حتى كيندمجنا الخليط كله. من بعد كنزيدوا الحليب اللي بقى لينا. صافي كنخلطوه بحال هكا بهذا الطراب اليدوي مزيان، وكنحطوه فوق البوطه. مي كنحطوه فوق البوطه، كنقصوا البوطه شي شويه بين وبين، وكنبقاو نحركو مع التحريك المستمر. كنحاولوا ما نغفلوش عليه وما نحيدوش من حدا الكاسرونه، كنبقاو مقابلينها. صافي وكنحركو مره مره، كنخليه لدرجه الغليان. مي كيغلى لينا بحال هكا كما كتشوفوا، كيدير واحد الرغوه من الفوق كيبدا يغلى. صافي كنقصوا البوطه مزيان وكنبقاو نحركو. كنخليه تقريبا واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق. صافي وكيكون هذيك الساعه وجد، كنحيدوه بحال هكا كما كتشوفوا. ها هو درجه الغليان يعني طلع. صافي كنقصوا العافيه وكنبقاو نحركو، كنحركو مزيان. صافي قلت لك واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق. صافي وكنحيدوه من فوق البوطه. صافي كنخويه في الطاوله اللي ديجا درنا فيها السيرو، كنخويه كلشي بحال هكا، وكنغطيوه بالسلوفان وكنخليوه فوق سطح العمل حتى كيبرد لنا تماما. وعاد كندخلوه للثلاجه، كنبيتوه ليله كامله حتى الصباح، كيكونوا جد بحال هكا. ومي كتبغيو تقلبوه من الطاوه كيتقلب معاكم بسهوله. انا زوقته بهاد الشكل بحال هكا. نتوما كيبقى تزوق على حسب الاختيار ديالكم. نتوما بغيتو ديروا اللوز، بغيتو ديروا الديسير اللي متوفر عندكم، بغيتو ديروه ديروه، كيبقى تزوق اختياري وابداعي. صافي هنا غنقطعو بحال هكا كما غتشوفوا، انا غنقطعو قدامكم حتى الهماوي، وكيجي زوين وغينفعكم في الضياف. ديروه هو وتحطوه الفوق، وديروا الديسير لتحت، كيجي زوين صراحه، وغادي يعجبكم. حتى الوليدات ديالكم غادي يعجبهم، ما غاديش يستغناو عليه. ها نتوما شوفوا الشكل كي داير، كيجي حتى المذاق فن صراحه. وهداك السيرو اللي كيبقى لينا حتى هو كتهزوه كتذوقوا، ديروه من الفوق الا بغيتوا ديروه، كيجي فيه واحد لوكو فن. الصحة والراحة، اللي جرباتو ترد عليا.